أهلا بكم إلى التقرير الاقتصادي. انتقدت لجنة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومي النيابية استمرار الحكومة في العراق في الإخفاق في تنفيذ أي وعود أطلقتها من خلال برنامجها. وقالت اللجنة إن الحكومة في بغداد لم تنفذ وعودها بشأن تطبيق البرنامج الحكومي والالتزام به، لا سيما فيما يخص قضايا التعيينات وإطلاق المشاريع الخدمية وإنهاء أزمة الكهرباء والمياه. وأشارت اللجنة إلى أن استمرار الحكومة في النكوث بوعودها سيتسبب في خلق أزمة ثقة شعبية في الحكومة والبرلمان. وكانت محافظات عدة قد شهدت منذ أواخر العام الماضي ولا تزال مظاهرات شعبية كبيرة منددة بالأداء الحكومي السيء والذي ينعكس بالنتيجة على الحياة اليومية للمواطنين في العراق. قالت هيئة النزاهة في العراق إن مشروع وزارة التربية لبناء المدارس في بغداد والمحافظات قالت إنه يشهد تلكؤا كبيرا. وبحسب الهيئة فقد تم رصد تدن في نسب الإنجاز في مشروع وزارة التربية الذي شرعت فيه عام 2011 لبناء 1492 مدرسة بطريقة البناء الجاهز، والذي خصص له مبلغ 1,746,000,000 و385 مليون دينار عبر التعاقد مع وزارتي الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والصناعة والمعادن، مبينة أن نسبة الإنجاز كانت ضئيلة جدا في ظل ضعف الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة تجاه المتخاذلين، ما يؤكد شبهة الفساد في ملف المشروع. أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق تعرض المتقاعدين ممن يحملون بطاقة كيكارد إلى السرقة من قبل لصوص خلال تسلم رواتبهم من مكاتب الصرف الآلي. وقال المجلس إنه تفاقمت في الآونة الأخيرة في بغداد وبعض المحافظات جرائم سرقة رواتب حملة بطاقات الصرف الآلي من الموظفين والمتقاعدين، في ظاهرة تكشف التحقيقات أنها منظمة وأخرى تتم بعشوائية. ويقول قضاة تحقيق إن هذه العصابات لديها علم مسبق بتاريخ تسليم الرواتب عن طريق منافذ الصرف، مما يجعل موظفي التقاعد عرضة للسرقة ونهب أموالهم. حجزت هيئة الجمارك في مطار بغداد الدولي مواد مختلفة أدخلت إلى المطار دون استحصال الموافقات الأصولية لها. وقالت الهيئة العامة للجمارك إنها في مطار بغداد حجزت 41 كروزا من السجائر الأجنبية ضبطت بصحبة مسافر كان ينوي تهريبها خارج العراق خلافا للتعليمات الجمركية، كما تم حجز مواد تجميل عبارة عن 200 أمبول ضبطت بحوزة مسافر كان ينوي إدخالها إلى العراق دون موافقات استيرادية خلافا للضوابط والتعليمات. أعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر أيار الماضي بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو، وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام خلال الشهر الماضي ما يقارب 111 مليون برميل بإيرادات قاربت على 7.5 مليار دولار. وتوزعت الصادرات على حقول النفط من وسط وجنوب العراق والتي زادت صادراتها على 106 ملايين برميل، فيما بلغت صادرات حقول كركوك 3 ملايين برميل. زادت الكمية المصدرة من حقل الجيارة على 894 برميل. وأشارت الإحصائية إلى أن المعدل اليومي الكلي للصادرات زاد على 3 ملايين برميل بمعدل سعر يتفوق على 66 دولارا للبرميل الواحد. الآن نتابع وإياكم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وكذلك أسعار المعادن وأخبار السوق النفطية.
ختام التقرير الاقتصادي، دمتم بخير وإلى اللقاء.